Okay, so what Abadi has done so far are just casual reforms. It's not the real reforms that most of the Iraqis are looking for. People are need real action today, not 6 months from now. اليوم الشعب ما بده يطلع على خدمات فقط، ماي وكهرباء، نعم هي مهم بس اكو هناك اللي اهم، اللي هو اليوم الشعب يطالب مثل ما دعا العبادي انهم مظاهرات مليونيه واستفتاء مليوني، اليوم هذا الشعب طلع له ويفوضه ويقول له هاي المظاهره بتغيير الدستور او تعديله.